إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فهذا هو درسنا الثاني مع كتاب مفتاح الجنة بالاعتصام أو في الاعتصام بالسنة لجلال الدين السيوطي. مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة، ووصل بنا المقام عند رقم 57. قال: أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. إذن انظر، عندما يخاطبك النبي صلى الله عليه وسلم وتستجيب له فأنت أطعت الله. انظر عندما تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في لباسك وتنقلاتك وحركاتك فأنت قد أطعت الله. أنت تعلم أن الخير بيد الله، فكيف لا تطيع الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من تحب الله أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا تطعه وأنت تزعم محبته؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس الحب هو عبارة عن كلام يدور على اللسان، أنت تقول تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو القائل وفر اللحى، فكيف لا تطلق لحيتك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفر اللحى، وأنت تقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنا أحب الله. إذن من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله.